ايوه شايف حبيبي. يلا هاي مسجل لك سجلك انا، حتكون في اليوتيوب. اوكي تفضل. بتشوفنا على 120 فضائيه. طيب كويس ممتاز بارك الله فيك. يلا بارك الله فيك. اكيد يعني مشهور نار على العلم. دقيق تفضل. أيوة. اول شيء خذ ايوه هذا، تروح على الويب سايت شوفني على الجزيره على البكي. ممتاز ممتاز بارك الله فيك. هذا على ايوه فهمت هذا. يعني هون حتى تسمعك. ايوه ممتاز على المنتج. منتج على المنتج. هاي هاي ما هي الصوره هي كمان منتج على المنتج. اوكي يلا على كل تفضل. انتوا على جبل اسمه جبل المنطار، سمي جبل المنطار لانه ينطر المكان. نعم. اول شيء من هون تقدر تشوف هاي نابلس. ايوه اوكي ايوه. في الغرب في ضباب مباني تل ابيب. هاي تل ابيب بين البعيد بعيده. أيوة. صح شايفه. هاي نتانيا. نتانيا وهناك الخضرة وهي البحر. شايف اللي بالماء الخضرة اللي بالماء صح البحر. شايف بابا البحر. واو. اوكي هاي الخضرة اللي أربعة أعمدة. شايف الأربعة صح في أربعة أعمدة صح موجودة صح. هاي قيسارية. قيصرية قيصرية صح. هيرودس ما بنى سباستي جاب حجار عن طريق قيصرية. قيصرية صح. هاي أولا. اثنين صح سمي جبل المنطار كمان لأنه ينطر الطريق المؤدي لدخول الضفة الغربية. نعم. فهذه هون كان يمر كمان قطار الشرق السريع الاورينت اكسبريس. فهاي الخط اللي هون. أيوة. هذا هو القطار سكه القطار. أوه. وين سكتاته كانت؟ شايف وين هذه الترابيه. ايوه الحداده كان يجي هون. ايوه 48 الاردنيين. أوه. عملوا هون خط الدفاع الاول. شايف. أوه. السياره هاي اللي طالعه. ايوه شايف. بس اقول لك وقف السكنيه بتوقف. أوه. وقف في مكعبات اسمنتية بين الزيتون وفوق هذا في مكعبات اسمنتية. هاي خط الدفاع الأول. أيوه. هسا في 82 أجوا المستوطنين استوطنوا على هذا الجبل عملوا شوارع اللي هو جبل المنطار. صاحب الأرض قدر إنه يخلص الأرض منهم بمحكمة العدل العليا وأنا أول مستوطن فلسطيني. ممتاز بارك الله. لكن انشهر هذا الجبل. جبل المنطار إنه كانت عليه معركة في 36. صح. كان يقودها فوزي القاوقجي. نعم. وعبد الرحيم الحاج محمد وثوار فلسطينيين. نعم. أطلقوا النار على الإنجليز هون. الإنجليز ما قدروا بالطيارات بالسيارات يطلعوا لهون، استخدموا الطيران والثوار سقطوا طائرتين على هذا الجبل. نعم. وفي كانت أغنية عليه بين بلع والمنطار صار إشي عمره ما صار وصار ضرب القيازين يعني ملحمة شعبية. نعم. هاد ليش سموه جبل المنطار؟ رائع جدا الله يعطيك العافية يعني. الله يعافيكم. حكينا لهم احنا عن الطريق ليش طبعا الترابية. انا عملت كل المشروع هذا علشان عندي متحف للتراث الفلسطيني واكبر متحف للتراث. نعم حكينا عنه. نعم حكينا والله العقد يعني انت بتقوم فيه هلا كنا نحكي